مشاهدي قناة شوف تي في، الآن حنا في منطقة الرحمة نواحي مدينة الدار البيضاء. واحد شنقول لكم، واحد القصة يعني نكيو عليها. أسرة، أب في مقتبل العمر هو والزوجة ديالو وجوج وليدات، يعني خرجوهم مولين الدار كما على حساب القول ديالو تحت التهديد. هو والزوجة ديالو خارجين الآن الزنقة من أجل باقي التفاصيل غادي نخليو الأب والزوجة ديالو والأبناء ديالو مساكن. راه الابنة دابا كما كتشوفوها راه عند الأم ديالها، وابنة أخرى خلاوها عند الجيران حتى يتحيد هذا المشكل. هذا نقربوا للأب ويشرح لنا شنو كاين. خويا شنو وقع لكم اليوم؟ خويا الناس هادو خلصتهم، شديت فلوس الدعم عطيتهم، خلصت لهم الشهر ثلاثة، عاود شديت الدعم الثاني عطيتهم خلصت لهم الشهر أربعة، وملي جات الشهر هذا بغاو يخرجوني الصحة، جابت لي ولادها وبغاني يدوروني يعطوني العصا. وانت شتي بعينك قبيلة شتي كلشي، داروا لي حالة قدامك، انت شتي كلشي بعينك، ولا تتهددنا غنقتل راسي غنقتل شي واحد فيكم، اللهم خرجتو تنذبح شي واحد فيكم. هز عليا عصا، عندي ثلاثة الاولاد ما خدامش، تنبيعها في الجوطية لا القايد لا كلشي عارفيني هنا في الرحم، تنبيعها في الجوطية، تنبيعها البياس. السيد اللي كنا واقفين معاه قبيله راه هو اللي تعطيني هاد التليفونات من محلو باش ندبر على راسي. التليفون جبد فيه 400، هذا جبد فيه 1000 فرانك، يلا تندخل الولاد وتنتكافى مع الكرا وتنجمع. جاني هذا المرض ما عنديش منين غنجيب ليه الفلوس، ما عنديش شكل غالب الله. كان واحد الدري ها هو كاين دابا لحد الان عيط لي تسمع بودنك تيجيب لي جوج صنيطقات ديال السردين تمشي نبيعهم في هذا المرض هذا، نصور فيهم 100 درهم يلا تنصير على ولادي. عندي طربيه خاصني نجيب لها حليب، خاصني نجيب لها ليكوش، هاي الشابعين هاي مركبها ما معليش منين غنجيب لهم ياكل. هاد الناس خلصتيهم في الكرا ديالهم في كل شيء؟ خلصتهم، مشيت عند المقدم باش يعاونني في الدعم، ما عقلش عليا. اي مقدم هنايا ما عقلش عليا، تيعطي الناس اللي باغين وانا ما عطانيش. انا مكون كوفرين عليا الناس اللي تمشي نبريكولي معاهم، تيعيطوا لي تنجفف لهم القهاوي، تمسح لهم البيشان ولا نغسل شي نهار شي واحد منك تمشي نبريكولي معاه نغسل ليه الماء عندي القاع. ما عنديش الغالب الله، عندي ثلاثة الاولاد 20000 ريال ما عنديش منين نجيبها لها، درهمية الاخر ما عنديش باش نوكل. ورغم ان ما عندكش من تجيب لها كلشي كتخلصها؟ تنخلصها، تنحاول كيفاش نجيب لها، تنجمع لها، تيجوني فلوس الدعم، تيجوني فلوس الدعم تنعطيهم لها. بس بقى لي 4000 ريال، انا عندي ثلاثة الدراري، حنا خمسة النفوس، تجيني 24000 ريال في الدعم، داكشي اللي تيجيني تنعطيه لها. ودابا هما نقروني قال لك لا ما عطيتكمش، وانا اقسم فمي بالله وديني حرام عليا ولادي حرامية تعطيتهم لهم، ما تسمح لهم لا دنيا لا اخر. الله يجعل ربي ياخذ فيهم الحق، لا لا شديت لهم شي ريال الله يعطيني العذاب، ولادي بارك هنا في الزنقه ما عنديش ما نوكله. وفي الاخر واش دايره لي دابا؟ ولات تهددني هي وولادها، انا وليت خايفه على ولادي. هذاك النهار جات امي تدوي معاهم داروا لها حاله هنا، بغاو يدوروها يضربوها، واش بغاوني ندير؟ اش فين بغاوني نمشي؟ مشيت عند المخزن ما عقلش عليا، قال لي سير بحالاتك ما سوقناش فيك. مشيت باش نقول لهم الناس خرجوا لي حوايجي ما عقلوش عليا، مشيت عند القايد ما عقلش عليا. انا هادشي تنقولو محمل مسؤوليته، وانا القايد متواجه معاه حتى مشيت عنده، مشات معاه مرتي، مشات عنده مرتي وما عقلش عليهم. ما عنديش فين غادي نمشي، اش غنوكلهم؟ كاع الناس عارفيني هنا في الرحمن تيكوفريو عليا الناس، المخزن براسو راه عارفني. يعني كما شفتوا الاب ديال هاد الاسره هادي، فللاسف الشديد هو كما قال، فالزوج كيخلص الكرا ديال مولين الدار. ما عرفتش، ما كاينش المخزن ولا ما كاينش القانون، ما فهمتش. لا خويا شوف، غير باش تكون واقعي خويا، ما كاينش القانون اللي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله السلطات غادي تدخل وغادي تنصفك، فهمتيني؟ لاننا حنا الان في بلاد الحق والقانون. قلت لي قبيله قال لي ما عندي ما ندير لك، عندي تليفوناتهم كلهم ها هما نعيط لهم دابا. يعني غادي نحاولوا نخليو الاب شويه ونشوفوا الزوجه ديالو. اختي شنو واقع لكم؟ السلام عليكم. هاد الناس اخويا كرينا عندهم في شهر واحد خلصناهم، شهر جوج تخلص، شهر ثلاثه تخلص كما قال راجلي، شهر 14 الدعم خلصهم فيه. دابا مني ما خلصناهم شهر خمسه كل مره كطلع. ولكن شهر خمسه راه باقي ما سالاش. باقي ما سالاش، حنا كنخلصوهم فيها 10 قبل ما يسالي الشهر كنخلصوهم، في البداية ديال الشهر كنخلصوهم قبل ما نسكنو. دابا البارح طلعت كتهدد فيا، كتخبط في الحيوطة، قالت لك أنا رزقي هذا، أنا رزق ولادي، أنا ولدي مريض باغا نجيبو نسكنو هنا. قلت لها حنايا جات الأزمة لقاتنا عندك، أنا غتصبري معانا وحنا غنصبرو معاك. قلت لها خلصوني، ولا باش كتسب فينا هضرة خايبة ما يمكنش نقولها.
كتهدد فيا فهمتي يعني. ملي مشيت اليوم باغي نتسلف مع العائله ديالي كنت ما تشوفي راه هي بالصاك ديالي بكل شيء جيت كنلقى ولادي في الزنقه مع الراجل ديالي قال لي راه كيهدوه كيهزوا عليه العصايه هي ولادها وراجلها كنلقى ولادي في الزنقه. واخا بغيتو تخلصوها اليوم قالت لكم لا مت... قلت لها صبري قالت لك الضو خاصو يشعل بالوقت نقصت علينا قطعت علينا الضو قطعت علينا الماء قلنا ماشي مشكل صبرنا وسكتنا وكنطلبوها طلبنا الله يرحم والدينا راه شفتي على ودنك جيتي غير تصور شنو دارت لك راك شفتي بعينك اني رحمت لها الوالدين ما قلباش اسلاميه ولا الرحمه هذيك السيده ما فهمت قالت انا فيا السكر انا باغا نطيح الروح انا باغا نجيب السبع على شي واحد اليوم ما عندي ما يدار ما فهمتي يعني كما كتشوفوا ف واحد الحاله يعني يندى للجابين ما عندناش باش نكريو حتى انا بغينا نكرو بلاصه اخرى الغالب الله كما كتشوف الحال. العائله ديالكم فين اختي؟ كلشي في العروبيه سباتة شفت والله قسما ملي مشيت ما نتسلف شي كيقول لي ما عنديش راه غالب الله وشي كيقول لي دابا كان شي حاجه نعيطوا لك يعني حشمت وجهي ومشيت ومعقلتش علينا كيف كتشوف وتا الدراري الصغار ما دارش على وجههم. شحال عندك ديال الوليدات اختي؟ ثلاثه ديال البنيات وولد. فين هما دابا؟ تنشوفوها البنيه الصغيره اللي معاك؟ عند جدات الجيران البنيه والوليد عند جدات. يعني كما كتشوفوا مشاهدي قناه شوف تي في يعني اسره ما نقدروا نقولوا انها يلا كي بدات الحياه ديالهم يعني الاب كيكافح باش انه يوجد اللقمه ديال العيش ديالهم في الديور كنمشي نصيق الدروجات فهمتي باش كنتعاونوا على الزمان وهذا ولكن ملي جا هذا الحجر الصحي جالسوا شدوا وليداتي ما عرفتش كيفاش غندير حتى المره اللي غتشدهم ليا باش نخلصها ونمشي انا نتخدمت انا وهي ما كاينش اللي غيشد منك في الحجر الصحي. يعني كما كتشوفوا مشاهدي قناه شوف تي في فملي كان الراجل كيوصل فيه المرحله ديال انه كيبكي وكيشوف ولادو تاهما انهم مليوحين في الزنقه ما مغديينش والله ما مغديين ولا واكلين لا واكلين ولا ناكلوا في الحبس والله ما مغدي ولا واكل شي دغمه هما يبين لك الماء ولا خرقت عاتوا علينا والماء والضو على الاقل رحمي هذوك الصبيان خلي لهم الماء حشوم ها دراري طربيه خلي لها الماء ما بقاتش الرحمه الله يس والله اخويا ما بقات الرحمه واضح يعني مشاهدي قناه شفتوا احنا ملي غنقطعوا هذا اللايف ان شاء الله غادي نحاولوا نتواصلوا مع الاب والام ويخليوا الرقم ديالهم هنايا في هذا المباشر هذا باش اللي قادر يساعد هذه الاسره راه كما كتشوفوا راه الوضعيه راه الاب كما يشار وكما قال انه يعني خلص جميع الواجبات ديال الكراء ودابا راه قال ان شهر 5 اللي باقي مخلص اليوم راه 31 في شهر 5 يعني باقي مازال ما تعطلش وكما قال الزوجه ديالو فهي بغات تمشي تجيب من عند الاهل ديالها وجابت شي حاجه ديال الفلوس وبغات تخلص هما اللي الكرا ما بغاش يتخلصوا في الكرا. كيفاش كنا ولادهم؟